نائب رئيس اتحاد طلاب اداب، اهلا وسهلا بكم. اهلا وسهلا بكم. كنا عايزين نعرف منك النهارده شعورك وانتوا بتتنصبوا في كليه الاداب للاتحاد. طبعا اي حد في الاتحاد بالذات اداب، احنا لنا النهارده يومنا والفرحه بتاعتنا ان شاء الله، وكل الطلبه جايه بتشارك، وفي الاتحاد عموما ان احنا اشتغلنا وتعبنا فالفرحه جايه اكبر. طيب ايه الحاجات اللي انتوا عملتوها في اداب على مدار الخمس شهور او الست شهور اللي فاتت؟ كان في شغل كتير، كان في دورات تعلم لغه انجليزيه وكانت مجانيه، كان في دورات تنميه بشريه، كان في دورات تنميه مهارات وقدرات، ساعدنا الطلبه على قدرنا ان احنا نحل بعض المشاكل الطلاب اللي مش كلها، قدرنا نساعد في تطوير الجوال الموازي لكليه اداب، يعني الحمد لله ان هي اكبر جواله في الجامعه، ان احنا قدرنا نطورها ونساعد تطور ان الناس تقعد في مكان كويس احنا اشتغلنا عليه، ودي كانت اكتر حاجه احنا كنا بنشتغل عليها. طب في حاجات تانية بتخططوا ليها في الاتحاد انكم تعملوها للكم اسبوع اللي قاعدين دول؟ في خطوات جايه، في اولها في رحله ان شاء الله يوم الخميس، دي اول يوم للاعمال الترفيهيه، في شغل قائم، في دورات لحد واحنا مكملين، يعني معظمنا ينزل في الاجازات يكمل في دورات تانية هنشوفها ان شاء الله الاسبوع القادم. طب شايف الطلبه في كليه اداب راضين عن اداء الاتحاد وفي تشارك بين الاتحاد وبين الطلبه؟ انا شايف ان في نسبه كبيره بس مش الكل، ان احنا مش هقدر ارضي 11 قسم، انا عندي كل 11 قسم في اربع دفعه، فانا عندي 8000 طالب من اكبر الكليات اللي عندي عدد، انا يعني احنا قدرنا نتوصل لعدد مناسب ان احنا نقدر نحل مشاكله، وان شاء الله لحد ما نخلص ولحد ما يجي اتحاد جديد ان شاء الله هنقدر. سيدي ابا عبد المنعم، سهره وليد، لجنه فنيه، عضو لجنه فنيه في اتحاد طلبه كليه الاداب. شعورك النهارده في حفله تنصيب الاتحاد؟ اولا يعني شعور فخور، اولا ان انا في اتحاد طلاب كليه الاداب، كليه عريقه، كليه اصيله، كليه طبعا يعني فخمه في الجامعه، معروفه ان اتحاد طلبه اداب من اذكى الاتحادات في الجامعه. طبعا واشتغلنا كثير خلال اللجنه الفنيه من حفلات وحفلات واجتماعات، وكان شغل جامد يعني السنه دي في اتحاد اداب. عايزين برضو نعرف الطلاب ونخليهم معانا في الصوره، عملتوا ايه السنه دي؟ عملنا حفلات، عملنا حفله يوم اليتيم، كانت اصل حاجه واحسن حاجه عملناها، كانت حفله جامده، الاحتفال باليتيم طبعا في الجامعه، كان الاحتفال جوه الجامعه هنا يعني احسن حفله عملناها. بعد كده عملنا حفلات ثاني كتير جوه الجامعه، عملنا حفله تعبين هاني البشبيشي، الدكتور رحمه الله هاني البشبيشي. طب كلمنا عن الخدمات اللي بيقدمها الاتحاد للطلاب بشكل عام. يعني اتحاد طلبه احنا من خلال اتحاد طلبه والاجتماعات والجلسات اللي كنا نقعدها، ان اتحاد طلبه يقدم حاجات كثير للطلاب، سواء اللجنه الاجتماعيه، سواء اللجنه الفنيه، سواء اللجنه الرياضيه، كل اللجنات بتقدم خدمات للطلاب. واطيب من كلام تلد الحمد لله ان احنا اتمينا العام الدراسي بمجهود بذلوه الاتحاد من رائد عام الاتحاد الاستاذ الدكتور ابراهيم دسوقي، اللي اخر فرد من فروض الاعضاء. الحمد لله كان مجهود مبذول مننا، والحمد لله طلع معانا عام دراسي متميز الحمد لله. بالنسبه للمجهود اللي بذلتوه، ايه هي الحاجات اللي قدرتوا ان انتوا تحققوها في مناصب؟ والله هي كل لجنه الحمد لله السنه دي كل لجنه اجتهدت وعملت ما بسعها. كان معانا اللجنه العلميه، كانت قائمه بكل اسبوع اقامه ندوه تنميه بشريه، انا كلجنه اجتماعيه اهتميت باراء الطلاب ومشاكلهم، وعملت على حفل تعبين استاذ الدكتور هاني البشبيشي اداب قسم دراسات اسلاميه، وعملنا حفل الطفل اليتيم،
وعملنا دورة تنمية مهارات الشباب وتنمية مهارات قدرات الشباب، وكان يعني بسم الله ما شاء الله عمل رائع. وكان عندنا برضو لجنة الأسر، كان عملنا مهرجان الأسر على مستوى الجامعة ما حدش عمله قبلنا، ودينا بسم الله ما شاء الله دينا بنعمل حفلة تنصيب من أحسن حفلات الجامعة على ما أظن، يعني إن ما فيش حد سبقنا في السبق اللي احنا بنعمله كدايما يعني ككلية آداب. بالتوفيق لكم إن شاء الله. محمود سيد عبد الدايم امين اللجنه الثقافيه باتحاد طلاب كليه اداب. احمد محمد زكي عضو لجنه الجوالب باتحاد كليه اداب. يوم تنصيب اتحاد الطلاب، عايزين نعرف ماذا قدم اتحاد طلاب كليه الاداب لكليه الاداب. والله هو اتحاد طلاب كليه الاداب يعني من اكثر الاتحادات اللي كانت شغاله بجد، وكانت بتبذل كل مجهود ليها علشان تبدا تقدر توصل المشاكل بتاعه الطالب للمختصين في الكليه او في الجامعه في المركزيه، وده كان فعلا جهد واضح من الاتحاد. بدينا نشوف جميع المشاكل سواء بالخاصه بالكتاب الجامعي او الخاصه يعني عندنا في كليه اداب اللي هم المكفوفين، جماعه المكفوفين، فحاولنا نحن نتكلم مع المسؤولين عشان نشوف لهم مواصله خاصه بيهم تبتدي تنقلهم من المدينه لحد الكليه، عشان ما يبقاش قدامه اي معاناه تعوقه ان هو ما يقدرش يوصل للكليه. ده من ضمن الاعمال، من ضمن الاعمال الثقافيه اللي احنا اشتغلنا فيها، حاولنا ان احنا نوصل رساله بجد لكل طالب ان احنا عايزين نعمل رساله تكون الهدف بتاعها مبني على انك تكون انسان مثقف، مثقف باخلاقك، مثقف بعلمك، مثقف بكل معلومه ليك. كليه اداب المعروفه انها علوم انسانيه في المقام الاول، العلم فيها سواء التاريخ او الفلسفه او علم النفس او اي قسم فيها هي في الاساس علوم إنسانية بتهدف إلى تثقيف الناس. ولو شفنا مثلا خاصة بالتاريخ أو الجغرافيا، وزي ما قال لك محمود كان عندنا نادي الدراسات التاريخية والجغرافية، عن طريقه هيكون من أهداف وعمل بحوث تاريخية وجغرافية لكل المشاكل اللي حاليا بنشوفها في الأمة العربية وخارج الأمة العربية. برضو عايزين نعرف يعني برضو شايف دور اتحاد طلبة كلية الآداب إزاي؟ الدور بتاعنا احنا كنا عباره ان احنا رساله امانه ان احنا نوصل طول الطالب في كليه اداب للجهات المسؤوله عنه، اللي احنا الطلبه فيهم كانوا العامل الاساسي اللي هو وصلنا للانتخابات. كان دورنا الاساسي ان احنا ازاي نخلي الطالب او ازاي نعمر كليتنا او نخلي الطالب مسؤول الاول عنه. عملنا كتير بالنسبه للاعمال اللي عملناها، احنا ابتدينا نعمل انجازات على صعيد الشخص مثلا في لجنه الجواله، ابتدينا نعمل عمليه اعمار للجوال لكليه اداب ونضمها، ابتدينا نعمل عمليات تنظيم لندوات كثيره كان ضمها الاتحاد مثل زي مثال ندوات في علم النفس وندوات جغرافيه تبع قسم جغرافيا وندوات مختلفه. ابتدينا ان احنا في الاتحاد ان احنا نعمل فكر ان هو ايه ازاي الطالب لازم يكون هو واعي وقادر ان هو يمثل نفسه، وازاي ان احنا اهتمينا بكل الطلبة حتى ذوي الاحتياجات الخاصة. برضو يعني انت شايف يعني من خلال تعاملك مع الطلبة في اداب، هل شايف في ردود افعال يعني ايجابية ناحية اتحاد طلبة اداب؟ طبعا يا فندم، الردود الافعال كانت جميلة جدا، خصوصا ان الطلبة احنا كنا طلبة مع بعضينا، لما اجي اي طالب باجي عندنا بنقول حاجة اساسية، احنا مش قدام جهة تمثيل، احنا طلبة اساسا. ويفتح معانا يعني يبتدي يتكلم. الطالب النهارده خد اكتر من كام سنه الاتحاد كان شغله واقف، فبالتالي النهارده يبدا الاتحاد يعود تاني، يبتدي زي ما عمليه ان هو ايه بيراجع نفسه، بيراجع يظبط ورقه من تاني عشان يبتدي يشتغل صح بعد كده. فالاتحاد ان شاء الله الرحمن طالب انه يحس ان في حد بيقف جنبه. يقف جنبه. الاتحاد مثلا بذل مجهود، ان شاء الله الرحمن الحاجه هيبذل مجهود اكتر، هيبتدي كل اتحاد يجي بعد كده هيبتدي يوصل الرساله الحقيقيه اللي هي صوت الطالب. ده الهدف الأساسي بتاع الاتحاد الطلاب، هو نقابة بتمثل الطلاب.